أمام الأمر الواقع، يضع قرار مجلس الأمن 24/14 المغرب تمديد عهدة المينورسو بالصحراء الغربية إلى 6 أشهر، ويدفع بلا شروط مسبقة وبحسن نية مسار المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو المعطلة منذ 2012. القرار حظي بقبول 12 دولة مع امتناع روسي صيني وإثيوبي. القيادة الصحراوية ترى فيه منعطفا في مسار القضية، بينما تترقب أعين المخزن من المدعم ومن المعارض. التضامن الملكي عبرت عنه الإمارات والبحرين باصطفافهما مع المملكة المغربية. أما الكويت فطبع موقفها التضارب بين تصريحات سفيرها لدى الأمم المتحدة وتصويب وزارة الخارجية. ارتباك دبلوماسي يدفع بالرباط بقطع علاقتها مع طهران باتهامها بتمويل جبهة البوليزاريو وتدريب عناصرها عن طريق حزب الله اللبناني. في الضفة الثالثة تدعم فرنسا القرار رغم وصفها إياه بالاستثنائي، وإدارة ترامب الراعية لقرار مجلس الأمن أبدت استعدادها الكامل لدعم تحركات المبعوث الأممي هورست كوهلر، بينما حذرت موسكو من اللعب تحت الطاولة بشكل قد يضر بالقضية. قرار مجلس الأمن الجديد يدحض كل المزاعم الرامية إلى إقحام الجزائر كطرف في القضية الصحراوية، وجعل حلم الحكم الذاتي سربا في الصحراء، وأبعد فكرة الصدام العسكري المباشر بالمنطقة. لكل أمر أجل، فهل حان أجل؟ أجل أكثر من 4 عقود.